هل تنطبق هذه النظريه بالظروف اللي قلبت فيها الهليكوبتر؟ يعني مثلا هول الالكتروماجنتيك بولس قديش هن واسعين ككون لانه بيطلع بشكل قمع. السياره اللي قلبت ما كانت لحالها، كان معها بعد 2 هليكوبتر. صحيح. هل هن من ضمن هالمسافه كانوا قلبوا 3 طن؟ اذا بدنا نحط بالعالم السبراني الاي ام بيز ايه بيقدر يوقعوا هليكوبتر، بدهم انفايرمنت اكيد شوي يناسب اللي بدهم يعملوا، بس ايه بتنعمل ليزر بده يفقعها بالهواء. ساعتها لما فقعت هالهليكوبتر الركام اللي بده ينزل منها غير ما تكون واقعه منفجره على الارض، كانوا عم بيروحوا على مطار بيروت. كان في رساله كثير واضحه، لانه لما تفتحها للماب بتشوف فوق مطار بيروت، علما انه انت اصلا مش على مطار بيروت، بتشوف طيارات اسرائيليه غطى فيه. بين انه اللي نفذ البي بي وايبر هن فرقه فويد، الفرقه اللي هن من الهاكتفست الايرانيين هو اللي عملوها، وصابوا فيها بلد ثاني. واكتشفوا انه هيدي الثغره اللي اليوم الصين اعلنت انه هي خرقتها لها اكثر من 4-5 سنين. فصار في علامتين سؤال اللي هلا خاضين الدنيا عند شركه الابل انه تبهدلت بهالموضوع. هل كنتوا عارفين بالثغره وساكتين؟ ليش؟ الخبير بالامن السبراني الهجومي الي غباش، اهلا وسهلا فيك عبر لبنان اون. حبيبي اهلا فيك. بداية إلي بدي بلش معك الحلقة بحادثة سقوط طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. من وجهة نظرك هل يمكن أن يتم اختراق البرمجيات بالطائرة وإسقاطها، أو التحكم فيها عن بعد وإسقاطها لهذه الطائرة؟ هلا أول شيء أكيد الله يرحم كل اللي ماتوا بالحادث. مش مثل ما العالم بتفكر. نعم. يعني اليوم إذا بتفوت الهاكينج، هلا أول شيء نحن مشينا بفرضية إنه هذا اختيار. تنحكي بهالموضوع عم ناخذ الفرضيه. نعم. هلا الايرانيه متكتمين وما عرفنا شيء بالتحقيق، يمكن تطلع قلبه. بس اذا بقى نحكي بموضوع السبرانه، يعني رحنا تلقائيا هذا اغتيال. اذا رحنا تلقائيا هذا اغتيال، الالكترونيات هي عرضه لهجمات سبرانيه، بس مش اللي هي الاكثر شيء شائعه بمخيله الناس. يعني ما في واحد ببيته فتح اللابتوب ويلا هات لوقع هليكوبتر، مش هيك بتصير الامور. لما نحكي توقيع هليكوبتر بطريقه سبرانيه، مثلا انا برجع بقول لك هالنظريه ما بتبنيها وهي فار فاتش، يعني بعيده المنال، بس ات كان بي دان، يمكن نعمل اللي هي عبر طياره او عبر درون بتطلق منها ما يسمى اي ام بيز الكتروماجنتيك بولس، النبضات الكهرومغناطيسيه. نعم. اللي هي شغلتها تحرق كل شيء، بوردات الكترونيه وكومبوننتس الكترونيه ضمن الشيء اللي عم بتحاول تصيبه. بس هون في عندنا كذا سؤال بنسأله، اذا هن كانوا ابليكابل، هل تنطبق هذه النظريه بالظروف اللي قلبت فيها الهليكوبتر؟ يعني مثلا هول الالكتروماجنتيك بولس قديش هن واسعين ككون، لانه بيطلعوا بشكل قمع، قديش هن واسعين او مفوكسين على التارجت تبعهم؟ بالنهايه في مسافه، المسافه المينيموم او ماكسيموم العرض اللي هن عم بيطلعوا فيه بيتاثر لانه هي كون ببعد الدرون او الطياره اللي اطلقت هول النبضات. فالطيارة اللي قلبت ما كانت لحالها، كان معها بعد 2 هليكوبتر. صحيح. هل هن من ضمن هالمسافة كانوا قلبوا 3 طن؟ إذا لا، الدرون كانت قريبة. يعني هي هالنظرية فار فاتشت، فينا ناخذها إذا خلص ويقسم نحن نجزم إنه كانت عملية اغتيال. إذا بدنا نحط بالعالم السبراني الإي إم بيز إيه بيقدر يوقعوا هليكوبتر، بدهم انفايرمنت أكيد شوي يناسب اللي بدهم يعملوا، بس إيه بتنعمل. بس برجع بقول لك انا هذا الشيء ما بتبناه لانه ما له هيئه. بالنهايه اصلا بيقدروا يعرفوا من العلم الباليستي لما قلبت الهليكوبتر فقعت فوق ولا تحت، هل لما وقعت على الارض ما قطع منها مثلا ما تعرضت لحريق، بس الالكترونيات اللي فيها مشوشتين مسودين، هذا الشيء بيقول اذا تعرضوا لاي ام بي او لا. يعني هذا الشيء كثير هين يبين بالتحقيق، وهي مجرد نظريه لحد ما الايرانيه بعدهم هلا متكتمين. نعم. ممكن يكون في فرضيه شيء لسلاح الليزر. سلاح الليزر بيوقع طيارات ايه، لانه يعني هلا عم نشوف القبه الحديديه باسرائيل عم يستبدلوها شركه رافائيل اذا ماني غلطان باسلحه ليزر، لانه يعني توفر حق صواريخ، لانه الليزر بتشارجه مره وخلص بتقوس. بس اول شيء بدك خط نار ما بين المنصه اللي بتطلق الليزر والهدف تبعها، بدك هذا اول شيء يكون موجود. والليزر ما في يكون مطرح تحت الارض، يكون بمطرح كاشف. بده يوقعها، الليزر بده يفقعها بالهواء. ساعتها لما فقعت هالهليكوبتر الركام اللي بده ينزل منها غير ما تكون واقعة منفجرة على الأرض، والركام يعني بشوفه باليستيا كمان مرة، مثلا هاي القطعة من الهليكوبتر قديش وزنها وقديش بعيدة عن السنتر تبعها، بيقدر يعرفه فقعت بالهواء ولا فقعت على الأرض. بس كمان مرة بعد ما هو كله مجرد نظريات لحد ما الإيرانية يطلعوا بشي رسمي، بعده متكتمين ما بنعرف. نعم. إلي حكيت حضرتك عن القبة الحديدية. أيضا خلال الهجوم الإيراني على كيان الاحتلال قيل ببعض المحلات أنه غير الهدف العسكري المعلن كان في هدف سبراني إيران عم
تحاول توصل له، معرفة أماكن انتشار توزيع بطاريات القبة الحديدية أو وسائط الدفاع الجوي في إسرائيل، أيضا خرقة سبرانيا. كيف ممكن يتحقق هيدا الشيء؟ أوكي، هلأ بقى نعرف، يمكن إذا بني غلطان بالأرقام قد أكون مخطئ، بس بعتقد بتوقع 2500 تارجت بالدقيقة بالحدية، بس يمكن يكون مخطئ فيها. هذه حسابات عملوها القسام بأول ما عمله 7 أكتوبر، أنه الهيوة بصواريخ بكميات أكثر مما هي بتحمله على الارتفاع الواطي، وقطعوا الصواريخ المهمة على الارتفاع العالي. هلأ بالهجوم الإيراني اللي صار على إسرائيل وتردن على قصف الأنصولية بسوريا، ما كان فيها الكثافة، يعني ما أطلقوا الألاف، يمكن قالوا 300 أو 400 سامسونج نسيت، بس ما كان فيها الكثافة. فالقبة الحديدية إذا بقى نجي نحكي هيك أرقام حصراً أرقام، هي كانت قادرة أنه ترد هول الأوبجكتس الطائرين صوبة. لحتى شفنا الأردن وأمريكا وبريطانيا شغلوا دفاعاتهم، أنه أبرنتلي على الأقل كانوا متوقعين تقصير من القبة الحديدية. التقصير من القبة الحديدية نحن شفناه من 7 أكتوبر لليوم، بس هو عرضه لقديش عم بيتم استهلاكها، الحرارة اللي عم تتعرض لها، الذخيرة الموجودة عندها، في برايورتيز يمكن مهم، تحمية تل أبيب أهم تحمية مناطق مثلا حدودية، يعني هي بتتعرض لكتير عوامل القبة الحديدية. بس أكيد لقت الهجوم الإيراني ما رح يقصر معها بالذخيرة أو بالحرارة، وخصوص الصواريخ اللي عم تطلع من غزة على إسرائيل آخر فترة قلوا كتير، بطلوا ما كانوا أول كم يوم الاشتباكات، فهي كانت مرتاحة تكنيكلي، هي كانت مرتاحة القبة الحديدية. لصار في توقع أنه تقصر بشغلها، لحتى 3 دول يقوموا يدافعوا عن إسرائيل، لابد ما أنه بيتوقعوا هجوم سبراني عليها. بس كمان مرة مش بالمفهوم الشائع، ما في واحد فتح لابتوب ببيته وهيطلع عطل القبة الحديدية. كيف ممكن هيدا الشيء يصير؟ هيدا بده تتعرض لتشويش من ساتلايت، يعني إذا صار في تقصير من القبة الحديدية بسبب تشويش جامينج، هي لنختصرها لأنه ما نوسع فيها كتير، هي عبارة عن عم بتحدد مواقع عبر ساتلايتس. هذا الشيء بيتعرض لشيء اسمه جامينج، التشويش. أوكي، بس التشويش ليصير بده ساتلايت يشوش عليه. هل إيران عندها الإمكانية تعمل هذا الشيء؟ إيه طبعا. هل روسيا عندها؟ آه، على عميانة. فما فيك تعرف من هو الساتلايت ترجح فيه، طلع اسم نسيت شو كان اسمه، بي آر 8 أو شي نسيت، الساتلايت اللي كيل انه هو عم بيشوش على القبة الحديدية من فترة وفترة. بس انه هذا الشيء ايه بينعمل، بس هلا هل صار او ما صار ما حدا بيقدر يعمل الجواب، ما حدا في يجي يقول لك ايه انا باكد لك صار، عرفت، بكون عم يضحك على حاله. هذا الشيء ما حدا بيقدر يعرفه الا اللي عمله. اوكي، تكنيكلي بيصير ايه صار، يمكن باكد لك، اكيد لا ما فينا اكد. نعم، جامينج حكيت عنها، شو علاقتها باللي اخر شيء صار هون بلبنان؟ يفتح الواحد التحديد مواقع يلاقي حاله بالمطار، سمعنا عن طيارات لكيان الاحتلال فوق لبنان، هليكوبتر فوق لبنان، هليكوبتر فوق بيروت. نعم، تعرض لبنان من فتره قصيره لا تشويش على الجي بي اس. هلا لحتى الناس اللي بيستعملوا اللوكيشن يعرفوا شو عم نقول، مثلا جيت انا بعثت لك لوكيشن، نعم، وانا لا تسي ببعلبك، بعثت لك لوكيشن تجي لعندي، انت بتفتح اللوكيشن بتاخدك على مطار بيروت، عرفت انه انت اخذتك على بولندا، على البرتغال، على البرتغال، اخذتك على البرتغال. فهذا جامينج على الجي بي اس. بس الاكثريه كانوا عم بيروحوا على مطار بيروت، كان في رساله كتير واضحه، لانه لما تفتحها للماب بتشوف فوق مطار بيروت، علما انه انت اصلا مش على مطار بيروت، بتشوف طيارات اسرائيليه غطى فيه، اكيد هن اسماء وانيميشن، مش انه فعليا اجت طياره وغطت، وبتشوف هليكوبتر عسكريه كمان على سير المنبر معروف، يعني جوجلها بتلاقيها عم تبرم فوق بيروت، علما انه هن فيزيكلي ما كانوا موجودين. هذا كان تشويش على الداتا تبع الجي بي اس المختصه بلبنان، وهذا شيء اكيد الاسرائيليه عندهم الامكانيه التقنيه وبين هلالين الاداريه انه يعملوه، وعملوه. هلا شو كان في براسهم بوقتها؟ كان في تصعيد بينهم وبين حزب الله، وكانوا عم بيهددوا بان اجتياح بيروت. وقبل بكم يوم كان هذا شو اسمه الخالص كوهين، ادي كوهين، يلي قال بقى نضرب كسروان، طلع ما خلى مطرحه بده يضربه. فهلا انا اذا بدي احللها هيك شخصيا بقول بركي هيدا كانت مسج للبنانيين انه فلو بقى نضرب، هاجروا هربوا سامسونج، هيك بحطها مش اكثر، يعني بناء خانه الهبل الاسرائيلي كل فتره وفتره لازم نشوفه. نعم، إلي بدنا نروح لغزة يلي هي الحرب السبرانية يلي عم تصير من وقت بداية الهجوم لغاية اليوم، كل يوم عم تكشف أشياء جديدة. مؤخرا تم الحديث عن فرق إيرانية، شو قصتهم هيدولة؟ شو معقول يكون في مشاريع مستقبلية؟ أوكي، هيدا كنا حكينا فترة أنا وياك فيها أول حرب غزة عن مالور اسمه بيبي. نعم، بيبي وايبر. نعم، ممسحة بيبي هذا اسمه.
لأنه هو بيعرف إنه بيبي هو لقب شارع لبنيامين نتنياهو، يعني لما يعصبوا منه الإسرائيليين بيصيروا يسموه بيبي. كان في اتهامات إنه مين اللي عامله وين مش عامله، لأنه بالنهاية هو مالور عم بنقنيت وعم بتصرف بطريقة ذكية كتير وعم بيعمل شغلته. مؤخرا اكتشف إنه الفرقة اللي وراه هن فرقة إيرانية اسمها فويد. الفرقة الإيرانية اللي اسمها فويد هي منا فرقة حكومية إيرانية، هن ما يسمى بالهاكتفست. نعم. الهاكتفست هن ناس عندهم عقيدة معينة أو عندهم توجه معين وعم يفرضوه بقوة الإنترنت اللي بيفهموا فيها. هلا بإيران الحكومة عندها فرقة هاكرز أوفنسيف لإلا، إذا مني غلطان اسمها سكارد أو سكارز. هيدي الفرقة بتعمل يعني بتوجيهات من الحكومة الإيرانية. فويد هن عامة شعب تحالفوا سوا مؤخرا، فويد وسكارز او سكارب فعلا نسيت، اوكي، فتحالفوا سوا وتبين انه اللي نفذ البيبي وايبر هن فرقة فويد، الفرقة اللي هن من الهاكتفست الايرانيين هو اللي عملوها وصابوا فيها بلد تاني، يعني كان عم يفلت هذا الوايبر باسرائيل وببلد تاني. وهلا اذا بدنا نجي نشوف الهجمات السبرانية، هلا هي بالنهاية دايما عم تتأثر بالاوضاع السياسية، وهلا الوضع صار شوي غير عن ما كان اول حرب غزة. يعني الناس الهاكتفست اللي بتكون فوحة دم وعملوا فترة قصيرة بشي 80 يوم عملوا لهم 5000 اختراق، هيدا الشيء برد، الادرينالين برد، واللي عم بيصير بغزة عند الرأي العام صار نورم، هلا صاروا أكتر تارجتد. يعني عندك 3 دول هن إيرلندا النرويج وإسبانيا، هلا اعترفوا بدولة فلسطين صحيح. ب28 الشهر هذا حيبلشوا الإجراءات الرسمية بهالموضوع، وبعد لحقتهم كذا دولة غيرها. الإسرائيلية طلعوا هددوا إنه إذا تعملوا هيك نحنا كل دولة بتعترف بنفتح ما بينها مستوطنة. صحيح. فهذا الشيء هلا بده يحرك الاتاكات اللي هن تارجت، اللي هن سيستماتيك ممنهجة منظمة. إذا بدك تجي تشوف التشارتس من أول حرب غزة اليوم بالهجمات الممنهجة، أوكي، مش الهجمات اللي يارب تجي في عينه، هجمات الممنهجة، رح تلاقي إنه الحكومة الإسرائيلية استهدفت. AI إسرائيلي استهدف، الجيش الإسرائيلي استهدف، بلديات استهدفت، كل شيء، الجيش الإسرائيلي استهدف، انسرق منه داتا كتير. يعني الهجمات السبرانية اللي عم تكون سيستماتيك ماشية بتشارت معين. طب هلأ مين النكست؟ يعني اليوم ما في هاكر بيخرق هدف مرتين، هل بيكون بيضحك حاله أصلاً بالسوق؟ ما بقى حدا بيقرأ بيقوله ما هيدا أوريدي خرقه وشد عضلاتك علينا. فدايما بدك فتش مين النكست. نكست هتلاقي انت انه اذا اسرائيل فعلا بقى تمشي بهالمشروع، وخصوصا هلا المذكرات التوقيفيه اللي على الارجح رح تصدر بحق نتنياهو جالانت اذا بدنا غلطان باسرائيل والاسرائيليه قايمه قيمتهم على هالموضوع، طلع امبارح قال المدعي العام انه هددوه. نعم، اوكي، الجنائيه الدوليه، فهذا الشيء بده بروباغندا. اوكي، هذا المدعي العام بالجنائيه الدوليه لاسرائيل تقدر تخانقه، بدها بروباغندا، البناء المستوطنات بدها بروباغندا، كل شيء بده بروباغندا وكل شيء بده كاش. فإذا بتجي بتطلع في إحدى المنظمات الصديقة لإسرائيل فجأة بوقت كتير قصير خلق لها فوق 200-250 ويب سايت صاروا موجودين على الإنترنت، يعني برقم كتير قياسي خلقوا هاي الويب سايتات، عبوا الإنترنت، ويب سايتات معمولين مرتبين، يعني مش إنه واحد قاعد ببيته كتب HTML وكبلة، عم تحكي سايتات، وهول السايتات توزعوا بالدول اللي هي كتير عم بتساعد إسرائيل باللي عم تعمله. يعني فينا نقول في بريطانيا، بألمانيا، بفرنسا، بأستراليا، بأمريكا، مش هتذكرهم كلهم. اوكي، هول السايتات عندهم شغلتين ما عنده غيرها، بروباغندا، شو ما تتطلب السياسة الخارجية الإسرائيلية هول البروباغندا تبعها، وتبرعات مش بأرقام صغيرة، مش فان بيقطع الطريق بالمصندوق، عم نحكي تبرعات. اوكي، هول النوع من السايتات اللي فجأة خلقوا ضمن جو سياسي معين عم يحكم الهجمات السيبرانية، هول بعد ما حدا هجم عليهم. فإذا بدك تجي تحكي باي بريدكشن كتوقع، لازم التوقعات للتشارتس بتقول انه هول السايتات هن اللي يكونوا التارجت النكست، والا بتكون الهجمات الممنهجه يا اما ما معها خبر بهالسايتات وتشتزت ميك سنس، مش منطقي لانه كتير كتره، يا اما اذا بدهم يسكتوا عنه حتكون لاسباب سياسيه، مش واضح لهلا انه في اسباب سياسيه تحمي اسرائيل من الهجمات السبرانيه الممنهجه. اوكي، فانا برجح انه هول السيتات لهي المنظمه بروباغندا وجمع المصاري هن يكونوا النكست تارجت، الهدف التالي للهجمات السبرانيه الممنهجه اللي عم بيحاولوا يخنقوا السياسات الاسرائيليه الخارجيه. نعم، الي هون بدي اطرح سؤال. اسرائيل مضخمه تكنولوجيا وتضخم نفسها عالميا بانها ملكه الامن السبراني بالعالم عبر شركات
وإلى آخره، رغم أنه دائما بنشوف تتعرض لهجمات، وعم بتقول لي أنه فرق حكومية وغير حكومية أيضا. أوكي. بدك يعني نصنف إسرائيل بالطبع. لك أنا مرة كنت قلت معك بإنترفيو أنه هيدي بروباغندا نحن هون عايشين فيها، أنه يا يقع ما حدا يحكي معهم بعضه، إسرائيلية بعضه. وأكتر إشاعة سايبة على الإنترنت رابعة أوجش بالعالم، The only democracy in the Middle East. مين قالكم أنتم الأونلي ديموكراسي بالميدل إيست؟ يعني اليوم مثلا سياسة الخارجية الأمريكية بتاخذ وبتعطي مع الدولة اللبنانية بحكم أنه الدولة اللبنانية هي نظام ديمقراطي. أوكي؟ بيرجع بيطلع لك مسؤول أمريكاني بيقول لك The only democracy بالميدل إيست هي إسرائيل. طيب لما نجي نقول رابعة أوجش بالعالم، إذا بتغمض عينك هلا بتفكر بخمسين دولة بياكلوها عسكريا لإسرائيل. Does that make sense؟ كيف يعني؟ أوكي. فهلا بنجي للموضوع السبراني. بالموضوع السبراني هلا ما فينا كمان نضحك على حالنا ونعيش بالغيب. هن منهم بالعصر الحجري، نحن الدولة اللبنانية بعد بالعصر الحجري، هن لا، بس هن منهم هالبعبع اللي نحن نتخيله. أوكي، يعني من أهم سياساتهم بالدفاع، أهم استراتيجياتهم الدفاعية بعالم الإنترنت أنه تطفي الويب سايت أو تطفي السيرفر أو تعال كونكشن على هالبلد، هيك هن بيدافعوا. هلأ لناحية هن بأي مستوى، بقى ناخد بعين الاعتبار كذا شغلة، هن بالنهاية تدريبهم وبرمجتهم أكتريتها بيكون مع الأمريكان. هلا في حادثه صارت مش من زمان، هيدا بابليك نوليدج، من مكان بيفتح جوجل بجوجلها هلا بلاقيها. في عندك احد مدراء الامن السبراني بالقوات الجويه الامريكانيه. نعم. هذا الزلمه استقال من فتره من منصبه وكتب بوست على اللينكد ان تبعه، انا شفته ما كان في فوت يشوفه، بيقول فيه انه هو بيعتز بخدمته وخدم بفخر وبحب بلاده وكذا، بس اتس تايم تو سي جود باي، صار وقت الوداع، لانه كل الشغل اللي بيعملوه معرقل في عراقيل كثيره ادت انه مستوى الأمن السبراني اليوم بأمريكا، عقولته هو مش أنا عم بقوله، هو عم بيقوله أنه مستوى الأمن السبراني اليوم بأمريكا هو كيندرغارتن، هو جاردوري، حضانة مقارنة بالصين. أوكي. هلأ أنا كون عايش بهالأجواء أنا ما بستغرب، بس يمكن الناس تستغرب في الصين. الصين صاروا بمطارح ما لها اسم، إذا بنقعد نحكي عن القوة السبرانية الهجومية بالصين ما منخلص. بس مثل ما هذا ذكرناه لابد ما كمان نخبر عن الصين والإيردروب. نعم. هذا لازم خبرك اياها، انبسطوا فيها الخبريه. الايردروب هي خدمه للابل، هي فايل ترانسفير مباشر من تليفون لتليفون. اذا انا هلا ابعث لك فايل بالايردروب اكيد اثنين تبع نكون ايفون، هذا الشيء ما بيروح عند اي اس بي وبيرجع بينزل باي مينز منه عرضه للرقابه وللتراكينج. من فتره كمان قصيره وها كمان بابليك نوليدج بجوجل بلاقيها، الحكومه الصينيه عملوا بيان باركوا فيه للامريكان ولشركه ابل انه عندهم معهد للحكومه الصينيه، تلاميذه اخترقوا الايردروب. تلاميذهم اخترقوا الايردروب وصاروا قادرين يعرفوا مين. هلا ليش هن عملوا هذا الشيء؟ كان من فتره عم بيصير مشاكل بالصين وصار في نوع من دعايه على المستوى الشعبي ضد الحزب الحاكم عندهم، وصار في دوكيومنتس. هلا العاملين الناس برو، مش دوكيومنت واحد قاعد ببيته كتبه وبتحكي بدي افات وباوربوينتات مرتبين، شغلتها التحريض ضد الحكم بالصين. بطبيعه الحال النظام بالصين ما حيقولن ايه اوكي حرير التعبير. فهن لحتى يتفادوا انه مين عم بيبعث هول الدوكيومنتس لمين، عم يستعملوا الايردروب طب ما تروح على الانترنت وترجع الفايل، ساعتها الدوله الصينيه ما بتعرف مين بعته، قاموا خرقوا لهم اياه على الايردروب وصاروا يقدروا يعرفوا مين عم يبعث لمين واي ساعه وشو بعث له كل شيء. من بعد ما الصينيين اعلنوا هذا الشيء، وهلا مؤخرا اعلنوا، يمكن الى شهر شهرين اعلنوا، اقل من شهرين اعلنوا، صار في تحقيق بالشركات الخاصه اللي بتعنى بالامن السبراني بالغرب، الالمان حققوا فيها، الامريكان حققوا فيها، واكتشفوا انه هيدا الثغرة اللي اليوم الصين اعلنت انه هي خرقتها الا اكتر من 4-5 سنين. فصار في علامتين سؤال اللي هلأ خضين الدنيا عن شركة الابل انه تبهدلت بهالموضوع، هل كنتوا عارفينين بالثغرة وساكتين ليش؟ اذا ما نكون عارفينين ليش، وانه بان توضيح موضوع الثغرة. تاني شيء التوقيت، يعني اذا الصين خلاص عرفنا تكنيكلي انه قالوا 4-5 سنين خرقين الايردروب، اوكي ليش هلا لا اعلنوها؟ اوكي شو صار معه انت هلا لاعلنوا انه هن خارقينا؟ وات دازنت ميك اني سنس انه ليش بدي اعلنها اذا انا خارقها؟ انا اذا خارق اي هدف سيبراني ما بعلن عن الخرق تبعه الا بحاله وحده، البنفيتس، المكاسب اني افضحه اكثر من المكاسب انه انا قاعد عنده عم باخذ الداتا. اوكي هذا الشيء بيتزامن مع الفتره اللي حكينا عنه بالقوات الجويه استقال وقال انه نحن حضانه مقارنه بالصين، بيتزامنوا سوا. هلا شو المكاسب السياسيه اللي حققتها الصين بهالموضوع ما بعرفها، بس اكيد هي اهم بكثير تعلنوا عنها من المكاسب اللي بياخذوها من مراقبه الايردروب. فوات ايفر ات از اتس بيج، شو ما كان السبب اكيد سبب كبير. ليش الصين تاخرت هالقد باعتقادك حتى تعلن عن هذا الخرق؟ وليش حددت بالضبط التلاميذ معهد قدروا يوصلوا لهيدا الشيء؟ هلا مثل ما قلنا التوقيت
ما حدا بيعرف ليش هلا الاعلان له 4 5 سنين الا بحاله واحده. هلا كنا عم نقولها انه مكاسب اعلان الهدف اكثر من مكاسب نضلنا قاعدين على السايت وناخذ الداتا. بس غير التزامن مع هذا تبع القوات الجويه الامريكيه هو طريقه الاعلان كانت شوي انه unusual، مش هيدا الطريقه. يعني اليوم حكومه خرقت الايردروب بتطلع بتقول نحن عندنا اقوى جهاز بالعالم وحش وخافوا منه بعبع شو عمل خرق الايردروب. لا هن طلعوا قالوا تلاميذ عندنا خرقوها هذا الشيء. فهن ما بعرف بالتحديد شو عندهم حساباتهم الصينيه الخارج حدودهم، شو عندهم اشياء طويله الامد عم بيعملوها، ليش اعلنوا عنا، ليش هلا اعلنوا عنا. بس كمان مهم مين اللي اعلن عنا تلاميذ. في تحجيم من الابل، في تحجيم من الامن السبراني الامريكاني، في تحجيم. يعني اذا حضرت له فتره حدا من الخارجيه الصينيه كان بانترفيو اذا من غلطان حتى استراليه مع حدا ممكن وزير بريطاني او شيء، والوزير البريطاني ساله للصيني، هذا شغله كثير بتفسر لك نظره الصين لباقي الشعوب، قال له انه نحن كيف نعرف قبل ما نبني علاقات معكم انه انتم ما كنتوا ثلاث ما كنتوا تهديد بالنسبه لنا. قام قال له انه الصين صار يقارن له بين الصين وبريطانيا لناحيه الانتاج، لناحيه اليد العامله، لناحيه التصنيع، لناحيه التصدير، لناحيه كذا. واخر شيء قال له انه انتم ما كنتوا كومبيتيتورز حتى لحتى نفكر، يعني بكل شيء نحن سابقينكم، انه احنا اصلا كومبيتيتور ما بنشوفكم. اذا نحن بقى نعمل بزنس بارتنرشيب معكم هي لانتم تستفيدوا مش لنحن نستفيد، لانه الفرق صار بيننا وبينكم شاسع. هذا شيء كثير مزبوط بالعالم الامن السبراني، الفرق بينهم وبين الغرب الصينيين صار شاسع واللي عم يعملوه كثير كبير. هذا الشيء بيقول لك ليش خلوا اولاد التلاميذ يحلموا عن خرق الاير دروب، هو تحجيم. بس سياسيا ليش كان هذا التوقيت؟ ما فيك تقول غير انه الاعلان عن الخرق مكاسبه اكثر من الخرق نفسه. معقول شركة أبل بالتكنولوجيا المتوفرة عندها ما قدرت توصل لهذا الخرق أو تكتشفه أو اكتشفته وعجزت عن المواجهة لذلك قررت أنه تسكت عن الموضوع؟ هلأ الألمان الشركة الألمانية اللي حققت بالموضوع طالبت توضيح من أبل أنه أنتوا ليش ساكتين عن هالثغرة، إذا هي مقصودة أو لا، لأنه أنت بكتشوف كمان الدولة الأمريكانية بتاخد معلومات من أبل. فهن كتير أوقات في دول بتعمل هذا الشيء أنه بيتركوا باكدورات، بيتركوا ثغرات لألون عند مينستريم بروفايدرز فاندرز مهمين مثل أبل، بيتركوا لألون ثغرات على شرط ما تتعمم لأنه الدول تستفيد منها لتراقب. اوكي، فهذا الشيء اليوم الناس ما بياخذوا بعين الاعتبار انه بلا بيتركوا ثغرات قصد واتساب بتعملها، فيسبوك بتعملها، كلهم بيعملوها كرمال بيكونوا. بس اذا اجى طرف ثالث اكتشف هذه الثغرات ساعتها بيقولوا يي اكتشفنا ثغره ما تاخذونها، بيصلحوها لانه صار في طرف ثالث عم يستفيد منها. اوكي، فالشركه الالمانيه طالبت الابل بتوضيح انه هذه الثغره لها 4 5 سنين عم بيتم استغلالها بالصين، اذا ما معكم خبره بقى نعرف ليه، يعني قديش اليوزرز تبعنا فين يسقوا فيكم، واذا معكم خبره وما صلحتوها كل هالفتره هلا بقى نعرف ليه. يعني كبرت شوي بيناتهم. الابل بعد ما عطت اي تعليق على هالموضوع ابدا. فاذا انا هيك بدي اخذ وايلد جاس بدي احذر على العميانه، بقول الابل معها خبره وساكتين لانه الامريكان مستفيدين منها. قد اثرت سلبا على اسهم شركه ابل هيدا الشيء برايك؟ لك لابد ما تأثر. يعني هلا ما بتابع الستوك ماركت يعني بس انه هن الابل ها مش اول مره بيقعوا بهيك شيء. مره انخرق الاي كلاود تبعهم صحيح، وانسرق نودز للسليبرتيز، وعندها جماعه البانجو بالصين كل 10 دقائق بيطلعولهم جيل بريك. يعني هن كل فتره بيتعرضوا لشيء وبيرجعوا بيوتوا. مره في اف بي اي لقطت ناس بالدليل تبعهم على التليفون وما عطيوهم الكود، جابوا هاكرز خرقوا لهم اياه. هلا الخرق كان شغل هاردوير اكثر من سوفت وير، ما حفوا بالتفاصيل، بس انه هن فكوا البورد ووصلوها على مكانات. لما عرفت الابل انه هيك صار الهاكرز قبضوا كل واحد انه ثلاثه اخذوا مليون 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 او 3 مليون دولار. الابل لما عرفت انه هيك صار اشتكت عليها للاف بي اي، بس ما عرفت شو صار الحكم بيناتهم لانه اسهم الابل كثير وقعت. لانه العالم صارت تقول اذا الكود، مع الناس بتاخذ العنوان، العنوان بيقول اذا الكود اللي انا حاطه ما بيمنع الهاكر يسرق لي صوري ومعلوماتي، ليش في كود؟ ليش في سكيورتي؟ قديش هي افشنت؟ فهذا الشيء اللي خلى الابل تتشكى على الاف بي اي، بس ما عرفت شو عاد قرر القضاء. اللي نحن وصلنا لعالم على ما يبدو رايح الحروب المستقبليه ان تكون حروب سبرانيه باعتقادك؟ صارت، ما نحن هلا الحروب سبرانيه اكثر من هي على الارض. انا برايي، عم تسالني رايي، نعم. انا برايي ما بيوصوا بعضهم غير لما ما عادش في شيء ثاني يعملوا. وطلع افكر فيها الحرب السبرانيه حتكون اهم شيء بال 2016 اذا ماني مغلط، اذا لا بيكون شوي قبل. في هاكر بسوريا
سرق حساب البيت الابيض على تويتر، كان بعده اسمه تويتر. شوف هذا public knowledge كمان. سرق حساب البيت الابيض على التويتر وحط تويت بالانجلش ما معناه انه الهجوم الارهابي على البيت الابيض فشل لانه الرئيس بعده عايش. هيك عم بيتسلى الستوك ماركت بامريكا. هاي لا رجعوا قالوا دخيلك زبطها كذا، ما لانه بوتس هن اللي بيشتروا وبيبيعوا، بالنهايه اللي بيشتروا الستوك وبيبيعوا كذا هن بوتس. فهن البوتس شافوا هجوم ارهابي على البيت الابيض وهيئته الرئيس ضامت زميطه بيعوا، دهورت البورصه الامريكانيه مرت يمكن شي 2 تريليون دولار اختفوا منها، ما حدا بيعرف وين راحوا اصلا. فهي انا برايي هذا الزلمه اللي سرق هذا التويتر وحط هيدا التويت هذا ما انه شيء هيك استروبيا قاطع، ما انه شيء استروبيا قاطع ابدا. اللي سرق اليوبر وسرق التويتر تبعه وحط بليز بعثوا لي بيتكم برجع لكم اياه هون، هذا استروبيا. بس اللي بيسرق حساب البيت الابيض وبحط هذا التويت لهالقد ممنهج بسبب بهالقد خسائر بالبورصه، هذا ما انه شيء استروبيا، هذا بيدخل ضمن الحرب السبرانيه. فانا برجع لك انا برايي نحن هلا اوريدي بالايام اللي الحرب فيها سبرانيه اكثر من عسكريه، اذا ما بقى في شيء يعملوا غير يوصوا على بعضهم بيروحوا بيوصوا على بعضهم. ها هي قلت نحن، وبالتالي شو في اليوم مبادرات عم تكون بلبنان، بدي اختم معك هون، شو في مبادرات عم تكون اليوم بلبنان حتى نواكب اقل هذا التطور وننشئ فريق يهاجم ويدافع ايضا. هيك هلا مع الاسف انه بلبنان القطاع العام كثير مقصر بهالموضوع، العام يعني الدوله. نعم هلا اكيد الدوله عم تعمل اللي بوسعها، ما حدا بيجي بيقول انا ما بدي امن، بس نحكي الامور مثل ما هي، بوسعها كثير ضيق اللي عم يعملوا، منه بقى شيء كافي لا ولا شيء. اوكي انت قادر تعرف اذا عزت سب للوزير تروح تجيبه، وشهد شهد صغر العقل. الدول اللي حوالينا في منهم ما بيحبونا، في منهم وين بصير لهم يحطوا لك شو اسمه مسمار بنعشك، بيحطوا لك مسمار بنعشك. هولي ما فيك تجي تقول له انا بحط مخبر معك بالجروب بيقول اذا عم بتصرف دولار على العالي ولا على الواطي. خلص بقى عندهم صار فرق هجوميه ودفاعيه عم يعملوا اوبس كثير متقدمه، ما فيك تصدهم الا بالاوبس الكثير متقدمه. هالاوبس فيها تكون دفاعيه يعني اذا هجم يفشل هجومه، وهالاوبس فيها تكون هجوميه بتكون قوه ردع يعني انت بدك تحسب حسابك اذا طرقت مكف بطرقت بوكس. اوكي هيدي الشغله لازم تتاخذ بعين الاعتبار. اما اليوم الوضع بلبنان كتير واطي لانه ما حدا بيحسب لنا حساب. يعني اليوم اذا الاسرائيلي ما كنا عامل جي بي اس جامين كنا عم نحكي فيها انه كان عتلان هم نرد عليه؟ نعم اكيد لا. اذا هلا اليوم اخترق حيلا مطرح رسمي وسرق داتا، عتلان هم نرد عليه؟ لانه دوله فارطه بلبنان. بس القطاع الخاص بلبنان في كتير مرايات عم بيحاولوا يعملوا شيء، كان من ناحيه الدفاعيه او كان من ناحيه الهجوميه. في ناس عم بيطلع معهم يعطون الف عافيه، في ناس ما عم بيطلع معهم. هلا مني وعلي انا شخصيا دائما بنسال هذا السؤال. نعم اوكي. هلا انا دائما بالمواضيع الباونتي معروف، يعني بلاقي ثغرات بالمطارح الماينستريم ومنصلحها، عم بعلم العالم مش بس الدفاع، الدفاع والهجوم. اوكي والتعليم لك صراحه لقيتها شغله حلوه، يعني حبيت التعليم وعم بكون التواصل مع التلاميذ كثير فرندلي. فمؤخرا فتحت قلت ما بدنا نعلم اشياء صغيره، عملت ذا انتليجنت اكاديمي تيا. هيدا مش بتحضر فيديوهات وبتفل، هيدا براكتيكال لاب على سنتين 4 أيام بالاسبوع. شو بيتعلم عنده؟ شو بيتعلم يعمل ريفرش صغير الوال بيبر وكذا، بيتعلم الاوفنسيف سايبر سيكيورتي والديفنسيف سايبر سيكيورتي، بيتعلم سايبر كرايمز، بيتعلم سايبر فورنزكس، وبيتعلم اي اي. اوكي فهيك بفوت وبيطلع خلص ما في سيناريو ما بيعرف يحله اكن هجومي او دفاعي، على امل انه هذا الشيء يوصل بعد تخرجين ثلاثه لقدام يكون في ناس بلبنان قادره تحمل هالمسؤوليه، لانه القطاع العام ما بيحمل هالمسؤوليه ولا بحياته حيحملها. ان شاء الله القطاع الخاص اللي بيحملها عم نعمل اللي علينا. لهون بدي اشكرك الي غباش الخبير بالامن السبراني الهجومي على هذا اللقاء. حبيبي ميرسي لك، يعطيك العافيه.